السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أتقدم إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام بأعز وأرفع وأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العطرة، وهي ميلاد أو مواليد أبطال كربلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكذلك يشرفني جدا ويسعدني كثيرا أن أقف بين أيديكم المباركة لألقي عليكم كلمة بهذه المناسبة العطرة، وحيث خصصت هذه الليلة لأبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام، فسوف يكون حديثي حول هذه الشخصية العظيمة والفذة والإلهية والربانية. الحديث حول العظماء حديث طويل الذيل، لا يمكن أن تسعه كلمة لربع ساعة أو لثلث ساعة، ولكن حيث أخبرت متأخرا وكذلك مراعاة لمقتضى الحال، سوف يكون البحث في نقطتين. هاتان النقطتان نحاول أن نستجلي من خلالهما مقام أبي الفضل العباس عليه السلام في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المقام الأول الذي يمكن أن نتعرف من خلاله على مقام أبي الفضل هو الزيارة التي زار بها الإمام الصادق عليه السلام عمه العباس. من أين يمكن لنا أن نتعرف على مقامه؟ أقول من خلال نفس زيارة المعصوم له. لم تردنا كما تعلمون زيارة عن أحد من المعصومين في غيرهم إلا زيارة الإمام الصادق عليه السلام في العباس عليه السلام وأصحاب الإمام الحسين، وكذلك رواية أو زيارة الإمام الرضا للسيدة المعصومة. يعني ما عدنا زيارات من معصوم إلى غير المعصوم إلا هذين تقريبا، ويمكن أن نضيف إليهم مسلم بن عقيل. من خلال زيارة الإمام الصادق عليه السلام لعمه العباس نعرف مقامه. يعرف مقام المزور من خلال الزائر. إذا كان هو الإمام عليه السلام وقد عبر عنه بالعبد الصالح، أصل مقام العبودية هو أرفع المقامات. عندما أسرى الله سبحانه وتعالى بنبيه ماذا عبر عن؟ أسرى بعبده ليلا. أهم أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله هو العبودية، هو أعظم مقام ناله رسول الله. لم يعبر في الآية بأنه أسرى برسول الله، قال أسرى بعبده. يقولون إذا ذكر وصف في جملتين نعرف أن هذا الوصف له حيثية، له مدخلية. الآية الكريمة تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا قالت العلماء؟ ما قالت فلان وفلان وفلان؟ لحيثية العلم، أن العالم هو الذي يخشى من الله سبحانه وتعالى. سوف يأتي علينا في طيات البحث أهمية المعرفة، وأن المعرفة هي مدار حياة الإنسان وقيمة الإنسان وكل شؤون الإنسان، هي هدف من أهداف خلقة الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
يقول الإمام الباقر إلا ليعرفون. فالمعرفة هي الأصل، هي الهدف. فإذا من خلال الزيارة، يؤسفني أنني لم أنقلها، ولكن نفس أن المعصوم زار غير المعصوم بمثل هذه الأوصاف يشير إلى مقام أبي الفضل عليه السلام. هذا المقام الأول وقدمته لاختصاره. المقام الثاني هي رواية عن الإمام عليه السلام، الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: رحم الله عمي العباس، فلقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان، قاتل مع أبي الحسين حتى استشهد. هذه الرواية مع قصرها وقلة مفرداتها، إلا أنها تبين لنا مقام أبي الفضل عليه السلام. أولا، أن حيثية مقام العباس في كربلاء ليس هو الشجاعة وفقط. يعني ليش أبو الفضل العباس استشهد مع أخيه الحسين؟ لأنه شجاع وفقط. ما هو الدافع الذي دفع أبو الفضل أو دفع أبا الفضل إلى أن يقاتل؟ هل لأنه شجاع وفقط؟ كعدنا ما شاء الله من أصحاب كمال الأجسام وأقوياء البدن والجثة والكبار قواي، لكن شفنا منهم واحد ضحى بنفسه من أجل الدين، من أجل الإمام، من أجل كذا. فنعرف من خلال هذه الرواية أولا أن أبو الفضل، أن أبا الفضل عليه السلام لم يقاتل مع أخيه الحسين لأنه قوي وفقط. دائما الخطباء يشيرون إلى هذا المعنى، أنه لأنه شجاع وكذا. نعم كان شجاعا، لكن ليست الشجاعة هي التي دفعته إلى أن يقاتل مع أخيه الحسين. فما هي الحيثية إذن؟ قال الإمام: نافذ البصيرة صلب الإيمان، حتى استشهد مع أبي الحسين. فهناك سبب ونتيجة عندنا، أنه نافذ البصيرة صلب الإيمان، سبب هذين الأمرين أو نتيجة هذين الأمرين وهما السبب، هو أنه استشهد مع الحسين عليه السلام. فما هو معنى نافذ البصيرة؟ وما هو معنى صلب الإيمان؟ ما هو معنى البصيرة؟ وما هي أسباب البصيرة؟ حتى نتوفر عليها. يعني الآن نحن نعيش في عصر الغيبة، نحاول أن نمهد إلى ظهور إمام عصرنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، كيف نستفيد من هذه الرواية؟ أن السبب الذي جعل العباس عليه السلام يستشهد مع أخيه الحسين هو أنه كان نافذ البصيرة وصلب الإيمان. ما هو معنى نافذ البصيرة؟ هناك بصر وهناك بصيرة، هناك نظر بالعين الجارحة الباصرة، هذه إحدى الجوارح، وعندنا جانحة، عندنا عين معنوية وهي عين القلب. دائما يقال أن بعض الرجال، بعض الرجال هو فاقد للبصر المادي، لكنه فاقد، لا لكنه واجد للبصيرة، متوفر على البصيرة. إذا قال كلام، بتعبيرنا مسمار في لوح، إذا قال كلام دائما صحيح. إذا قال يا ولدي لا تسوي كذي، هو ما يشوف، لكن كلامه يكون صائب. هذا هو معنى البصيرة، هو يفقد البصر لكنه يرى بعين القلب. البصيرة هي أن يكون هناك للإنسان رؤية قلبية. أحيانا أشياء لا ترى بالعين الباصرة ولكنها ترى بالقلب. ترى بعض علمائنا الرواية تقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا ما يملك بصر أحيانا، هذا المؤمن، لكنه يمتلك هذه البصيرة أنه ينظر بنور الله.
إذن هناك رؤية بصرية، هناك رؤية مادية، وهناك رؤية معنوية. ما هي أسباب الرؤية المعنوية؟ ما هو الطريق لنيل هذه البصيرة؟ أولا التقوى، خوف الله سبحانه وتعالى. إذا خاف الله سبحانه الإنسان، إذا خاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى مهد إلى حصول البصيرة عنده. هي عبارة عن التسديد، ليس شيئا أكثر. ترى بعض الناس، بعض المؤمنين إذا قال كلاما تجده كأنه يرى الواقع، هذا من أسبابه صفاء الباطن، صفاء الداخل، روح شفافة يمتلك. يعني بعض الأمور أنت تقول أن هذا بعض العلماء يمتلكون عندهم كشف، ويقول لك لا لا أصلا ما عندي حالة من الكشف، فقط شخصت واقع معين، قلت فلان لا تفعل كذا، فلان التفت إلى كذا. هذا نوع من التسديد الإلهي بسبب صفاء هذا الباطن، باطن هذا الإنسان، داخل هذا الإنسان، خوفه من الله، التزامه بالواجبات، ابتعاده عن المحرمات، تؤسس إلى هذا الأمر. فالأمر الأول هو التقوى. الأمر الثاني الذي يؤسس ويمهد إلى حصول البصيرة عند الإنسان هو العلم والمعرفة. قلنا أن أهم مواضيع الحياة في الإنسان عند الإنسان هو المعرفة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت بحاجة فيها إلى معرفة. أي حركة للإنسان على أي مستوى يحتاج إلى أن يعرف، إلى أن يعلم. أنا الآن وين باروح؟ أنا وين في موقعي في الحياة؟ وين؟ ما هو هدفي في الوجود؟ ما هي الطرق التي يمكن من خلالها أن أحقق أهدافي؟ هل أنا وهذا الحيوان واحد؟ هل أنا فقط همي أن أعمل وأن أحصل على الأموال وأن أأكل وأن أتزوج وأن أنجب الأولاد؟ في فرق بيني وبين الحيوان أو لا؟ كرمني الله سبحانه وتعالى بالعقل أو لم يكرمني؟ ما هو دور العقل في حياتي؟ من هنا دعوة للإخوة وللآباء، فإنه إذا كان هناك نشاط صيفي فليحث الآباء الأبناء على ذلك. تكليفنا نحن الآباء أن نربي أبناءنا. هناك جمع من المؤمنين تصدوا إلى مثل هذا الأمر، رفعوا عنا جزء من تكليفنا أمام الله، فبعد نحتاج إلى أن نساعدهم في ذلك، في حث أبنائنا للمشاركة في مثل هذه النشاطات واللجان والدروس وغيرها. فالمعرفة، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعني ما يتقنه من علم. قيمة الإنسان بقيمة معرفته. يتفاضل الناس بمعرفتهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنا تقدير في الآية الكريمة أنه يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة والذين أوتوا العلم درجات. فنحن بحاجة إلى المعرفة، لا تقتصر على الشباب فقط أو على مراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية، إلى أن يصل الإنسان إلى قبره هو مطالب أن يتكامل، يتكامل من خلال المعرفة. رحم الله امرئا عرف من أين وفي أين وإلى أين. هذه ثلاثة أسئلة مهمة في حياة الإنسان لا بد أن يطرحها على نفسه، أن يعرف موقعه في الحياة، هدفه في الحياة، ماذا أمثل في هذا الوجود، وين رايح أنا، وين أريد أروح. كما أني بحاجة إلى التخطيط على المستوى الدراسي
أخذ هذا التخصص، أوصل لهذه المرحلة، أعمل هذا العمل، كذلك على المستوى النفسي والروحي والمعنوي الإنسان بحاجة إلى ذلك. فإذا المعرفة هي أهم شؤون الإنسان. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. على المستوى العقائدي يحتاج الإنسان إلى أن يتعرف، أن يقترب من الله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول ليش أنا إذا صليت صلاتي ما تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليش أنا ثقيل علي الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع سبب من أسباب ارتباط الإنسان بالصلاة. كيف يخشع الإنسان؟ يحتاج إلى معرفة. إذا عرف الله، عرف بين يدي من يقف، حينئذ سيخاف وسيعرف بين يدي من ويخشى. هناك ثلاث معارف على مستوى العقائد مهمة. المعرفة الأولى في الدعاء عن الإمام الصادق عليه السلام، عندما سأله زرارة لو أدركت عصر الغيبة، الإمام غاب، وش أسوي؟ قال له ادعو بهذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ثلاث معارف مهمة: أن تعرف الله سبحانه وتعالى، وأن تعرف النبي، وأن تعرف الإمام المعصوم. نحن نعيش في أجواء مواليد أبطال كربلاء، لا بد أن نقترب منهم، أن نتعرف عليهم، أن نتعرف على إمام زماننا، ونحن في شهر شعبان. إذن هذه معرفة على مستوى العقيدة. على مستوى الفقه: ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. للصلاة مقامان: معرفة ظاهرية ومعرفة باطنية. هذه المعرفة الظاهرية مهمة، أن نعرف قوانين الصلاة، نعرف الفقه للصلاة، هذا أمر مطلوب، وبحمد الله نحن كلنا واجدون عليه إن شاء الله. كلنا نعرف كيفية الركوع الصحيح، كيفية السجود الصحيح، القراءة الصحيحة، هذا أمر مهم جدا وفي غاية الأهمية، لكن نحتاج إلى معرفة باطن وحقيقة الصلاة حتى تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا أطيل في هذه النقطة. العباس عليه السلام كان نافذ البصيرة، صلب الإيمان. عندنا إيمان وعندنا صلب الإيمان. الإيمان مفهوم كما يقول مناطق مشكك، مراتب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني هم مؤمنين لكن بعد يأمرونهم بالإيمان درجة أعلى. نحن بحاجة إلى أعلى مراتب الإيمان. إيمان في إيمان على مستوى، خلنا نمثل تمثيل خارجي، في عندنا إيمان مال مسيرات يمشون فيها بس كذي فروا ويرجعون، لا عندنا مسيرات خشنة. المسيرة الأولى هي إيمان، أضعف الإيمان، لكن عندنا مسيرة تحتاج إلى صلب الإيمان. العباس عليه السلام عرض عليه في يوم عاشوراء الأمان من قبل شمر بن ذي الجوشن عليه لعائن الله. لو كان فقط إيمان كان ممكن مخرج شرعي دور الحيلة شيء يطلع منها، لكن صلب الإيمان. يرى الموت أمامه، يرى هو الموت أمامه، لكنه لا يتراجع، يقدم عليه. قلت نصرة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه تحتاج إلى هذين الأمرين: نافذ البصيرة، إنسان يكون واعي، العالم بزمانه، لا تهجم عليه اللوابس. يحتاج الإنسان أن يتابع، أن يرى، أن يشخص، أن يتعرف على الأطراف الصالحة، الأطراف الطالحة، على المؤسسة الصالحة، على العالم الصالح، على من يتبع، على هذه الأمور كلها بحاجة الإنسان إلى أن يشخصها، أن يكون واعيا، وفي نفس الوقت أن يكون صلب الإيمان.
لا أن يتراجع في لحظة الحسم وفي لحظة الاختبار. لذلك العباس عليه السلام مثالا واضحا وحجة بالغة علينا. احنا احيانا نقول لا هذا الإمام معصوم، انا ويش يوصلني هنا؟ لكن العباس عليه السلام ليس معصوما عصمة ذاتية او عصمة واجبة كما في العقائد، وانما هو هي عصمة اكتسابية، مرحلة ومرتبة من مراتب العصمة، يعني عصمة نسبية. العباس عليه السلام حجة علينا، حجة علينا في هذا المقام، أنه لم يكن معصوما ولكنه امتلك وسائلا وأسبابا لنجاته، لرفعة درجته. معرفة العباس لو لم يكن فقيها لما نال هذه الدرجة من بين الأصحاب، حتى أصحاب الإمام الحسين مراتب، أصحاب النبي مراتب. لو علم المقداد ما في قلب سلمان لقتله، مرتبة من مراتب المعرفة. كذلك أصحاب الإمام الحسين عليه السلام أيضا مراتب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يثبتنا على ولاية محمد وآل محمد، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.